ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد وشغل جديد. احنا النهارده في درب سعاده. درب سعاده ده حلو قوي، في كل اللي يخطر على بالك، كنز لكل ست بيت، لاي عروسه بتجهز في محلات كتير جدا، بس مش اي محل بيرضى يديني القطع بسعر الجمله. النهارده صورت لكم في محل محمد الغزالي، هسيب لكم اول جوله في اول تعليق مثبت عنده. كان عامل لنا عروض حلوه قوي على صواني ايكيا من 6.5 جنيه. المحل اللي جنبه ده محل شنط، وهو جنبه على طول طبعا محل محمد الغزالي، معروف في سنتر درب سعاده. من اول ما تدخلي كده ده الباب بتاع السنتر، هتمشي خطوتين اتنين في السنتر وهتسالي اي حد هيوديكي، وده استاذ محمد هنصور معاه. هسيب لكم لينك التليجرام وارقام التليفون، وفي شحن لكل المحافظات. ما تنسيش بقى تمر حنه باللايك والاشتراك. بصوا حبايبي، معانا بقى الكوسترات الحلوه دي، شكلها تحفه، وعلى فكره دي مستورده. الاثنين عاملين كام؟ 10 جنيه بس عشان خاطر القناه بتاعت حضرتك. الاثنين عاملين 10 بدل 15 جنيه، دي المستورده حلوه قوي، يعني دي اللي تستحمل السخن. في كمان منها اشكال تحفه، خمس سلك اهي، خمس سلك ومش بلاستيك، عشان في منها البلاستيك. بصوا لا هي جامده جدا، بس انا مش عايزه اطلعها من الكيس، بس هي حلوه قوي في ايدي. انتوا هتيجوا تشوفوها. طب طلع لنا واحده كده، طلع لنا الشكل ده، ماشي، هتيجوا تشوفوها وهتمسكوها، حلوه قوي، يعني الواحد بخمسة جنيه، فسعره حلو يا بلاش. بصوا الجمال، كل الاشكال بقى دي مش بتبقى موجودة كتير يعني. بصوا كمان الشكل الحلو ده، الاتنين كده عاملين 10 جنيه. بصوا بقى، هي تحس ان هي سيليكون اهي، جامدة جدا، يعني الواحدة بخمسة جنيه يا بلاش بصراحة. جميل، الاتنين بتاخديهم بعشرة جنيه، حلوين قوي. بصوا حبايبي، هتاخدوا الدواسه دي بسعر حلو قوي، مش هتصدقوا سعرها. سعرها كام؟ هي سيليكون على فكره، سعرها 20 و25، بس اللي هو تبع حضرتك اللي في القناه هيبقى 15 جنيه بس. 15 جنيه هي خامتها سيليكون، جميله جدا اهي، سعرها طبعا يا بلاش، اكنك واخداها ببلاش فعلا. دي كده ب 15 جنيه عشان خاطر حضرتك. اللي هيجي يا حبايبي تبع القناه هياخدها ب 15، حلوه قوي، بدل 20 و25. طب والدواسه اللي هي الالوان؟ اشتري من بره. الالوان ب 45، ب 45 جنيه دي برده سيليكون، وفي منها برده اشكال حلوه قوي. بصوا بقى، في مصافي تحفه قوي اهي، بصوا شكلها شبه التركي بالظبط. دي عامله 10 جنيه دي عامله ليكوا حبايبي 10 جنيه بصوا عشان خاطر القناه، تمام، عشان خاطر القناه هيديها لكم ب 10 جنيه. البلاستيك بتاعها بيور وحلوه قوي، في منها اللون الاقوى الجميل ده اهي، وفي منها اللون ده، بصراحه حلوه جدا، وعامله 10 جنيه بس، حلوه قوي، والاسعار هنا ببلاش. هو عامل لكم يا حبايبي تخفيضات جامده جدا عشان خاطر القناه. حبايبي عنده هنا المعالق اللي استلس، دول 12 قطعه، معالق الشاي حلوه قوي وشكلها حلو، هتاخدي ال 12 قطعه ب 20 جنيه بس، ولو عايزه 6 قطع ب 15 جنيه، بس ال 12 قطعه ب 20 جنيه بصراحه سعرهم ببلاش بسعر الجمله، ليكوا انتوا بس حبايبي الاسعار دي. وفي كمان دي ال 12 ب 15 جنيه اهي، دي كده ال 12 ب 15 جنيه، جميله جدا، يعني دي الدست على بعضها ب 20 جنيه 12 قطعه، ودي الدست على بعضها ب 15 جنيه، صح كده؟ مظبوط يا فندم. سعرها حلو قوي. طب والكبيره عامله كام؟ الكبيره عشان خاطر متابعينك ب 25 جنيه بس، لكن سعرها 30 و35 جنيه. ايوه ب 25؟ 25 ب 25 12 معلقه، بصراحه الاسعار حلوه قوي، اقل من اي سوق كمان، والحاجه حلوه بصراحه. دي كده الدسته 12 قطعه ب 25 جنيه. في كمان هنا معالق الشاي الطويله بتاعت الكوكتيل والايس كريم، بكام دي؟ بتعمل 35 جنيه. دي ب 35 جنيه الدسته برده 12 قطعه، 12 قطعه ب 35 جنيه. الاسعار هنا بصراحه ببلاش، الحقوا بقى لو عايزه تجددي على رمضان، بجد الحاجات دي حلوه وهتنفعك وسعرها حلو قوي، حاجات جميله. معانا كوبايات الفشار اهي، بصوا دي الخامه اللي هي اللي بتدخل الميكروويف، لان في تقليدها برده ب 10 جنيه، دي بقى هتاخديها برده ب 10 بدل 15، عشان دي المستورده اللي تقدري تدخليها الميكروويف، مش كده؟ دي بتخش الميكروويف. كمان اشكالها مميزه وحلوه قوي، بصوا بقى الاشكال، يعني الاشكال دي ما بتبقاش موجوده في ام 10 خالص، هتاخديها من المحل ب 10 جنيه اهي. في كمان منها اللون الزيتي ده، كل الوانها حلوه وشكلها تحفه، وعامله 10 جنيه. مفارش الثلاجه كل اشكالها موجوده، هناخدها بكام؟ هحسبها لكم عشان خاطر متابعينك انت بس ب 10 جنيه، لكن هي سعرها دلوقتي 15. ب 10 جنيه الاربعه مع بعض، هي سعرها دلوقتي 15، هتاخديها ب 10 جنيه الاربعه، اشكالها حلوه قوي والوانها تحفه. بصوا دي كده كل اشكالها اهي، في منها الشكل ده، وفي منها برده اشكال ورد اهي،
بصوا الشكل ده حلو قوي، وريه لنا معلش، شكلها تحفه. كل الاشكال بقى موجوده، ده شكل الفلمانجو الاربعه مع بعض عاملين 10 جنيه. دي عامله كام بقى الفوطه دي؟ الفوطه دي في منها ب 10 جنيه. اه ب 10 جنيه جداً. بصوا حبايبي دي اللي هي الوشين اللي بتتباع ب 15 هيديها لكم ب 10 جنيه. اهم حاجه بس تيجي تقولي له ان انت تبع القناه، تعالي خدي اللي انت عايزاه، وكمان هيعمل لك واجب بعد ما تاخدي شويه حاجات. عنده الاسعار هنا حلوه، طبعا في منها كل الالوان، طبعا كل الالوان بتاعتها موجوده وعامله 10 جنيه بس، سعرها يا بلاش. هي على الوشين اهي، دي بقى بتبقى مايكرو فايبر، بتمتص الدهون، بتمتص الميه، كل الوانها موجوده وفي منها كميه حلوه قوي. كام ده الحلو قوي للمشروبات؟ ده 25 برضه، ده كده ب 25. بصوا هو شبه الابريق بالظبط، وعلى فكره حجمه كبير، يعني ياخد حوالي نص كيلو كده لو عايزه، اه نص لتر. لو عايزه تحطي فيه لبن، تحطي فيه عصاير وتشيليها في الثلاجه، جميل قوي. ده عامل 25، 25 بقلبه، كل واحد بالعلبه بتاعته، تاخديه بالعلبه بتاعته ب 25 جنيه. بصراحه حلوه قوي الحاجه هنا، سعرها حلو ورخيصه. بصوا دي علبته اهي، بتاخديه بالعلبه كده، ده كده عامل 25 جنيه. وده مستورد؟ لا مصري، ده مصري بس خامته نضيفه قوي، تاخديه كده حلو قوي 25 جنيه. مستورد بيبقى في منه بقى هنا المستورد اهو، ده كده بيبقى مستورد ب 50 جنيه الواحد، اللي هو الازرق والاسمر والاصفر، ده كده الواحد ب 50. في هنا كمان معانا برطمانات التوابل بتاعت ايكيا، دي الكوبي ولا بتاعت ايكيا الاصلي؟ لا الكوبي، الكوبي بس شكلها بالظبط حلو قوي. دي بقى فين فين بقتها؟ هوريها لكم دلوقتي. اه ده كده طقم اربع قطع اهو، شبه بتاعت ايكيا بالظبط، ده شكلها بس بتبقى شكلها حلو قوي. بكام بقى؟ ده عامل 60 جنيه اربعه، الاربع قطع عاملين 60 جنيه. طبعا في ايكيا بتبقى معديه، يعني ال 200 جنيه تبقى حوالي 260 270 في الحدود دي. او ده كده ممكن تحطيه كده، تحطيه كده او تحطيه كده، حلوين قوي الاربعه ب 60 جنيه، سعرهم حلو جدا. اه مكانك يا ماما، بصوا شكله بصراحه حلو قوي، يعني لو انت عايزه حاجه سعرها على قد الايد وبرده تجيبي شغل ايكيا، بس ده الكوبي كله والله بيتحط في المطبخ وبيبقى واحد اهو، شكلها تحفه و60 جنيه الاربع قطع، حلوين قوي. في بقى المجات دي عامله كام؟ المجات دي بينزل منها برده عليها اشكال رمضان، اشكال بوجي وطمطم وكده، الاثنين ب 25 جنيه، يعني الواحده ب 12 ونص، جميله والازاز بتاعها تقيله وحلوه قوي. في منها اشكال بقى، الاشكال الحلوه اللي انتوا شايفينها دي كده. وفي الشوب الكبير ده عامل كام؟ الشوب ده قطعتين في علبه ب 30 جنيه، قطعتين ب 30، يعني الواحد ب 15 جنيه. واسعار الكوبايات دي بقى ايه؟ الستة؟ اي ستة عندي ب 35 جنيه، اي ستة ب 35 جنيه، وكاسات الجيلي الستة زي ما قلنا ب 60. اهو عنده كل حاجة هنا تخص رمضان، تجهيزات رمضان للمطبخ، بصراحة عنده حاجات حلوة قوي ومميزة جدا، وأهم حاجة أسعاره حلوة، يعني بصراحة الأسعار أنا مش شايفة أقل من كده، يعتبر ده أقل محل أنا صورت فيه في الأسعار بأمانة. عاملة كام؟ الشيالة بتاعت الحلويات بتعمل 55. بصوا دي كده عاملة 55، لونها حلو قوي، في منها ألوان بقى، في منها أحمر وفي منها، في منها كل الألوان. تمام. في هنا الأزايز برضو معانا حلوة قوي، الإزازة بقى عاملة كام؟ الإزازة بتعمل 12 ونص، كانت ب 10 بس دلوقتي عامله 12 جنيه، دلوقتي بقى ب 12 ونص بعد ما الاسعار غليت. دي ب 12 ونص؟ ايوه 12 جنيه ونص. طب ودي؟ دي مستورده. ايوه دي بتعمل 30، دي عامله 30 مستورده، غطاها برده محكم. بصوا في منها اشكال، في منها المربع وفي منها المدور والمربع، شكلها حلو قوي وهي مستورده وليها كليبس كمان، يعني لو عايزه تاخديها وانت مسافره حلو قوي. عامله كام؟ 30؟ عامله 30 جنيه. في معانا برضو البرطمانات بتاعت البكوليات الازاز، في ناس بتحب البرطمانات دي. المقاس ده بكام؟ الاصغر مقاس ده يعمل 50، اللي هو نص كيلو 50، وهنا 3 ارباع 60، 70، 50، 60، 70، 80، 80. بصوا الكبير ده خالص، الكبير ده خالص ب 80 جنيه، حلو قوي. بياخد حوالي لتر؟ ده بياخد لتر ونص، ده لتر ونص، ده لتر وده لتر، 3 ارباع وده نص. تمام، حلوين قوي. والكبير خالص ده بقى كبير، ما انا
ده اللي هو ال 2 كيلو. ده بياخد 2 كيلو، ده ب 100. 3 كيلو بيعمل 120. ب 120 3 كيلو. في الطويل. في المربع وفي المطول، يعني اغلى حاجه فيهم 120. وفي اللي هو ب 3 كيلو 135 الاغلى. وفي ال 3 كيلو ب 135. البرطمانات دي مستورده؟ مستورده. مستورده وصحيه للاكل، لو عايزه تعملي فيها اي حاجه هتنفعك. طبعا بتستحمل السخن وبتستحمل السائع وكل حاجه. طب والمساحه اللي هي دي؟ دي اللي هي بتاعت الحوائط. ليها كذا استخدام، بتعصر نفسها كده. بتعصر نفسها يعني. جميله. عامله كام دي بقى؟ بتعمل 85. بتجي بعلبه، وبتجي بالعلبه بتاعتها ب 85. في منها الوان، في منها الوان. بصوا ده شكلها كده، اسمها مساحه بركيه عشان في انواع مساحات كتير، فعشان ما تتلخبطيش بصراحه حلوه قوي. يعني دي بتمسح الحوائط، بتمسح الارضيات، وبتعصر نفسها كمان. جميله. بصوا حبايبي المساحه دي بالشرشوبه بتاعتها هي كده، بالعصايه كمان استلس اهي، شكلها حلو قوي. في منها بقى كل الالوان منها، في دي كده اللون الاحمر، طبعا كل الوانها موجوده. دي كده عامله 40 جنيه، سعرها حلو قوي. الكبه دي تحفه جدا، عمليه، تنفع للبصل، تنفع للخضار. في منها الاصغر شويه ب 60، ودي عامله 90 الكبيره خالص. دي كده اكبر حجم فيها ب 90 جنيه، وفي الاصغر شويه ب 60 جنيه. في منها بقى بيجي الوان. ايوه الدراع ده بس هو اللي بيجي لون. الدراع ده كده اللي بيجي الوان. بيجي اقوى اللي هو الاخضر، وبيجي اللون ده بس حلو قوي بصراحه. دي كده عامله 90 جنيه لمتابعين القناه. بالظبط. حلوه قوي. في حاجه هنا حلوه، لو عايزه تطبعي اسمك على المج، هو كده طابع اسمه، اسم المحل محمد الغزالي على ده ترمس، مش كده؟ ترمس وديجيتال. ده ديجيتال. الحراره كمان من فوق. بيقيس لك درجه الحراره. ده بكام بقى؟ ده بيعمل 80 جنيه. 80، يعني تقول لك على الواتس الاول وتيجي تاخده بعد قد ايه؟ بتستلمه في خلال 3 ايام بالظبط. بتستلميه في خلال 3 ايام لو عايزه تكتبي اسمك، او مثلا تقدمي هديه. تقدمي هديه، صوره عليها، اي حاجه محتاجاها، صوره اسمك، اي حاجه تقدري تعمليه عليها ب 80 جنيه بس، سعره حلو قوي. وده كمان اللي هو الخلاط بتاع السفر ده. ايوه. جميل. ده عامل كام؟ ده بيعمل 35 بس عشان خاطر المتابعين. 35 جنيه حبايبي. هو سعره غير كده خالص. سعره تحفه. بيتباع ب 100 جنيه و150 جنيه في الاونلاين. حلو قوي. ده كان السنه اللي فاتت ب 80 وب 90. ده كده هتاخديه ب 35 جنيه. حلو قوي. ده بقى بيفرم ايه؟ بيفرم الفواكه، عصير فاكهه. بيفرم فعلا؟ بيفرم تومه، بيفرم حاجات بسيطه. حاجات بسيطه يعني. يعني ده كده لو انت مسافره تحطيه في شنطتك كده، حلو قوي. اصغر من ازازه الميه. بصوا بصوا السكينه بتاعته، شوف السكينه. ده شغل مستورد مش كده؟ بصوا كمان عامل ازاي، بصراحه حلو قوي. وعامل 35 جنيه بس يا بلاش. وليه غطا كمان محكم، وكمان ليه غطا عشان لو عايز تاخديه معاكي في اي مكان بعد ما تعصريه. يعني ممكن تشيلي دي لوحدها وده لوحده، تاخديه لوحده اكليريك. و35 جنيه ده اكليريك. اكليريك بصراحه جميل. ورينا العلبه اهو، جميل قوي. ده عمود مستورد 4 قطع ب 95 جنيه، بيحافظ على السخن او السائع. سخونيه فقط. سخونيه فقط. تمام. في العمود الاستانلس برضه الالوان بتاعه. ده بكام بقى؟ الاستانلس ده بيعمل 300 جنيه. ده تركي؟ نعم. ده صيني بس نظيف. ايوه. ده صيني مستورد رقم واحد بكام؟ ب 300. ده استانلس بيحافظ لك برضه على السخونيه. المرايه دي حجم كبير للحمام، وفيها مكان للفرش، وكل الوانها موجوده، عامله 65 جنيه، وده اكبر حجم فيها، كل الوانها متاحه. ومعانا هنا المصفى بتاعه الاطباق، وليها طبق من تحت يصفي لك الميه. دي من شركه همسه. لمسه. من شركه لمسه. عامله كام؟ عامله 65 جنيه. عامله 65 جنيه. وفي معانا الباسكت الحلو ده، برده حلو قوي، البلاستيك بتاعه حلو واشكاله جديده، عامل 15 جنيه بس بدل 17.5 لمتابعين القناه. حاجات حلوه قوي بصراحه، عنده مجموعه كبيره جدا من رفايع المطبخ، وكل حاجه سعرها حلو. هو جاي ان شاء الله اكيد يعني ولا؟ بصوا حبايبي في معانا الكوبايات اللي هي الديزني بتاعه الاطفال، حلوه قوي اهي. ورينا بقى اشكالها، دي عامله كام؟ دي بتعمل 25 جنيه، ده عشان خاطر دي مستورده. ايوه. دي عامله 25 جنيه. هي سعرها ب 35 بس هيديها لكم بسعر السنه اللي فاتت 25. بصوا الشكل ده تحفه، كل اشكالها حلوه قوي على فكره اهي. الاطفال بتحب الكوبايات دي. أيوة. 25 جنيه مستورده يا حبايبي. وفي برده منها الكوبايات دي. دي بكام بقى؟ دي بتعمل 65. دي اللي هي التاتش؟ لا دي اللي هي اكليريك، وبتحفظ السخونيه والسقوعيه. دي بتحفظ السائع والسخن، وب 65 جنيه مستورده برده. ايوه. في منها برده، في كل الوانها موجوده،
عنده حاجات حلوه قوي. الترمس ده عامل كام؟ الترمس ده عامل 150 جنيه. ده مستورد ولا مصري؟ بس ازاز من جوه. ازاز من جوه وهو مستورد ب 150 جنيه. ايوه سعره حلو قوي. في منه اشكال بقى، بصوا هو ازاز من جوه بصراحه جميل. في منه طبعا الوان واشكال كتيره قوي. وفي هنا بقى الدرق ده عامل كام؟ الدرق ده عامل 45 جنيه المصري. 45 جنيه اه، اللي هو التلاتة اللي فوق بعض دول. اما المستورد قلت لي بكام؟ ب50 بس. ب50 برضو المستورد الكبير. ده بقى بتاع التوابل عامل كام؟ الدورين ده يعمل 120 النهارده. 120 جنيه اللي هو الدورين 12 قطعه. عنده حاجات كتيره جدا من الرفايع. في كمان هنا معانا الحصاله بتاعه الاطفال عليها بوجي وطمطم. كل شغل رمضان هتجيبه ان شاء الله باذن الله. هيجي كل شغل رمضان هتشوفوه معانا باذن الله. ده بكام؟ دي بكام؟ دي بتعمل 7 جنيه ونص. 7 ونص. بصوا بقى معانا ازاز اللبن اهي، وازاز السفر برضو للعصاير لو معاكي اطفال. في منها اشكال حلوه قوي، دي عامله 50 جنيه مستورده، حلوه جدا. بصوا حبايبي هتاخدوا بقى ازازه الميه دي، دي صحيه للشرب على فكره، دي مستورده مش هتصدقوا سعرها. انا كنت مصوره لكم قبل كده ب 45 جنيه النهارده هتاخديها من هنا ب 25 جنيه. في منها كل الالوان موجوده. دي بقى تقدري لو مسافره كمان، ممكن لو مثلا حد بيلعب رياضه يحطها في جيبه في الجاكيت، برده بتنفع وما بتاخدش مكان. موجود منها كل الالوان بتاعتها، حلوه قوي. بصوا كمان اللون ده ب 25 جنيه بس. بصوا في منها اللون ده عشان خاطر متابعينك، لكن هي عشان خاطر 45 و45 عشان خاطر انتوا حبايبي، انا بحاول اجيب لكم اقل اسعار. بصوا دي كده ب 45 ب 25 جنيه، حلوه قوي، احسبها لكم ب 25 جنيه. في هنا بقى معانا الورد المجفف المستورد، كل الوانه موجوده، حوالي 6 7 الوان. ده الواحد عامل كام؟ بيعمل 15 بس ده المستورد، ده سعره النهارده 25 و30 جنيه. هتاخديه ب 15 جنيه بدل 25 جنيه، وريحته حلوه قوي. بصوا كل الوانه بقى حلوه، في اللون ده وفي اللون الزرعي والفوشيا والموف، في منه 6 الوان. اي حاجه موجوده في منها 6 الوان. اي حاجه عنده في منها 6 الوان. ده كده مستورد هيديه لكم ب 15 بدل 25 جنيه، سعره حلو قوي. معانا عصاره البرتقان التحفه دي، بصوا سعرها حلو قوي، سعرها عامل 10 جنيه. دي بقى كل الوانها، في البينك وفي الاقوى وفي الموف، كل الوانها حلوه قوي. وفي كمان اللانش بوكس ده عامل كام؟ 25 بس ده ماركة ريو معروف جدا. اه ده ماركة ريو، اه البلاستيك بتاعه بيور، حلو قوي، وهو كده زي دورين، وفي معلقه وشوكه، عامل 25 جنيه. في طبعا كل الوانه موجوده. الورد المجفف عامل كام؟ الكيس ده نص كيلو تقريبا او كيلو الا ربع، اه بيعمل 25 جنيه. 25 جنيه؟ بصوا يا حبايبي 25 جنيه على السعر القديم، كيلو الا ربع، حلو قوي اهو، هينفعك برده للديكورات، جميل. حبايبي معانا بقى اللي هي الوناسه بتاعه الاكل اهي، تقدري تغطي بيها الاكل عشان الهموش واي حشره يعني. دي كده عامله 20 جنيه. ده سلك على فكره صح؟ ده مستورد. ده مستورد اه، مصفى دوكو لو حد عارفها. اسمها مصفى دوكو على فكره. السلك بتاعها متين جدا، مش اللي هو الطري يعني، دي تعيش معاكي وتغسليها كمان، تنفع صفايه خضار برضه، وتنفع صفايه خضار اه. لا متينه وحلوه قوي اهي. وفي منها طبعا الوان. دي كده هتديها لنا بكام؟ ب20 جنيه حبايبي. هو كان بيقول لي ب 25 هيديها لكم ب 20 جنيه. الوانها بصراحه حلوه ومتينه جدا، بصوا شكلها تحفه. بصوا حبايبي في عنده الشليمو اهو، عليه رسومات بقى الفراوله واليونيكور، عامل 15 جنيه برده بسعر السنه اللي فاتت. وفي هنا ده في مت شليمو اه ب 10 جنيه بس، عشان خاطر المتابعين حبايبي هديه لكم ب 10 جنيه. وفي هنا معانا الاستيكر بتاع البوتاجاز اللي هو بتحطيه على ازاز البوتاجاز اهو، حلو قوي، ب 7 جنيه ونص. ده عشان خاطر متابعينك برده، ب 7 جنيه ونص. هو سعره دلوقتي بقى 10 و15. ده بقى الحجم الكبير هتاخديه برده ب 7 جنيه ونص، حلو قوي. في منه بقى اشكال والوان كتيره جدا اهو، ورينا ده اهو، ده حلو برده جميل. بصوا حبايبي في برده معانا المساحه دي اهي، هتاخديها بالشرشوبه وايديها استلس، وكل الوانها موجوده، عامله برده 40 جنيه، حلوه قوي. بتتحرك في كل الاتجاهات، بتتحرك معاكي في كل الاتجاهات، للحوائط بتاعه المطبخ، للارضيات، لاي حاجه حلوه عندي منها، جميله وب 40 جنيه. بس عشان خاطر متابعينك ده هي اصلا ب 50 وب 60 جنيه في المحلات. تمام. بصوا حبايبي في معانا مسحوق الغسيل ده، بياخد 5 كيلو من شركه ماكس، هيديهولكوا ب 45 بدل 50 بدل 50 جنيه. كل حاجه هنا في المكان عنده هو مقلل لكم في سعرها.
حبايبي يكون النهارده الفيديو عجبكم وتكونوا اتبسطتوا منه. احنا هنا كده في محل محمد غزالي في سنتر درب سعاده، ده كده سنتر درب سعاده قبليه واحد بتاع شنط اهو، وزي ما وصفت لكم في اول الفيديو هتدخلي من اول درب سعاده هتسالي بس على محل محمد غزالي، ودي اليافطه اهي ودي ارقام التليفون. طبعا هسيب لكم كل التفاصيل في اول تعليق مثبت. بصراحه الاسعار عنده اقل من سعر الجمله كمان، وكمان عنده الوان الصواني مميزه، كل الالوان موجوده عنده وكل حاجه موجوده، وكمان كل المساحات وازايز المايه المستورده والمصري، وعنده الاسبنسر والكاندي جار، كل حاجه موجوده في المكان. المحل يا حبايبي اهو عشان تعرفوه قبليه محل شنط على طول، ده كده قبليه، وهنا كده وانت داخله على المكان انا بوريكي الدخله بس بتاعته عشان ما تتلخبطيش، لان سنتر درب سعاده مليان محلات. بس هنا هناخد القطعه بسعر الجمله لمده اسبوع. اسمعي الفيديو تعالي على طول لو محتاجه اي حاجه جددي مطبخك باقل الاسعار. ما تنسيش بقى تمر حنه باللايك والاشتراك، وكل سنه وانتم طيبين وبخير.